لا يخفى على أحد التضخم اللي موجود في العالم كله والشكوى العامة من ارتفاع الأسعار في العالم كله. الحساب الختامي للعام المالي كشف عن اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية اللي بتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصا زي ما كنا بنتكلم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. بيانات وزارة المالية وضحت أن زيادة الإنفاق على الدعم زادت بنسبة أكثر من 51%، وكمان في زيادة في الإنفاق على قطاع الصحة وقطاع التعليم. حقيقي زي ما أنت قلت يا منة، البيان الختامي للعام المالي بيؤكد أنه زيادة الإنفاق فيما يخص ملف الدعم وصل لرقم 50.9%. حابين نعرف دلالة الرقم ده وأوجه الإنفاق الخاصة بالدعم مع الدكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي. بنرحب بحضرتك دكتور محمد وصباح الخير. صباح الخير يا فندم عليك وعلى السادة المشاهدين والأستاذ، أهلا بيك. حابين نبسط شوية المعلومات كده للناس والمواطنين، الرقم ده يعني إيه معناه؟ الحساب المالي الختامي بيقول لنا إنه 50.9% هو زيادة الإنفاق فيما يتعلق بالدعم، لما نقارن الرقم ده بأرقام سابقة لسنوات فاتت. باختصار شديد جدا بيقول لنا إن استراتيجية الحماية الاجتماعية في الدولة المصرية هي استراتيجية ثابتة قائمة على دعم الأفراد والمواطنين اللي هم أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الدخول المنخفضة. بتقول لنا كمان ان شريحة او التوسع في هذه الخريطة بيزداد سنة بعد سنة من ناحية الاتساع بالعدد او من ناحية الزيادة في القيمة اللي بياخدها. الدولة المصرية عندها مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة، سواء هذه من التكافل الوقرا ومن خلال الدعم للمرأة المعيلة، من خلال الدعم الغذائي، التموين، من خلال كمان المعاشات، من خلال كمان اللي هو الافراد غير العاملين او غير منتظمين العماله. كل ده بيقول لنا ان الدوله المصريه النهارده من 2016 منذ ان اتخذت قرار الاصلاح الاقتصادي وهي تضع استراتيجيه الحمايه الاجتماعيه كاستراتيجيه ثابته وبناء الانسان كاستراتيجيه اساسيه ضمن اولوياتها. فإذا في ضوء ذلك، لأن العالم خلال من 2019 لحد النهارده بيسموها عالم تصدير الأزمات وعالم الأزمات المتنوعة والمتعددة، بمعنى إن كان في استراتيجية كورونا، بعد كده حرب روسيا، صحيح، النهارده غزة، بعد ما تنتهي غزة في استراتيجية ثانية. من هنا أصبح هناك في الموازنة العامة للدولة، الدولة بتضع بنودا أساسية في احتياطي لمواجهة التغيرات أو مواجهة الأشياء حتى لا يتأثر المواطن. معروف ان هو كل الحاجات الازمات ديت عملت حاجتين، اول حاجه زودت التضخم بدرجه عاليه كبيره، وفي نفس الوقت زودت الاسعار، وعليه ان الدوله المصريه هناك بعض المواطنين وشرائح اساسيه في هذا الوطن قد تأثرت من خلال العوامل العامه الدوليه العامه، وبخاصه اللي هو بيستخدم الواردات، ولا سيما كمان ان هناك انخفاض الاسعار، ارتفاع الاسعار بيأثر على القوه الشرائيه للجنيه. عشان كده النهارده لما اخد في الرقم ده في 51% زياده، يعني 50.9 51% زياده عن العام الماضي، معنى ذلك ان هناك 51% تم اضافته النهارده على الموازنه العامه، انفاقه مش اضافته، انفاقه في المواطن المصري على انواع متعدده. ده بجانب كمان زيادة الإنفاق في الخدمات الأساسية زي الصحة والتعليم والإسكان وغيره. معنى ذلك أن النهاردة موازنة مصر تضاعفت خلال السنوات الأربعة الماضية ما يساوي 300% أو أكثر، بمعنى أنها كانت عبارة عن 1.2 تريليون، النهاردة بقت 3.5 تريليون. فمعنى ذلك أن هناك زيادة كبيرة. وكمان في حاجة مهمة جدا برضو تضاف، أن هناك أصبح النهاردة هناك فائض أولي في داخل الموازنة المصرية بعد ما كان هناك عجز مطلق وعجز دائم. هذا الفائض الأولي بيقول لنا أن أصبح هنا في استراتيجية الإنفاق العام استطاعت الدولة من خلال الإنفاق العجزية الحكومية أنها ترشده، والإنفاق على الأفراد زاد بنسبة المرتبات، زاد الـ3 سنين اللي فاتوا مرتين. فمعنى ذلك أن هناك دائما توجه من الدولة على ترشيد الإنفاق العام، في نفس الوقت زياده الاجور والمرتبات، حمايه اجتماعيه، بالاضافه كمان الى التوسع في الاستثمار والاستثمارات وتوطين الصناعه.
كل ده عشان ايه؟ علشان يقدر يوفر حياة كريمة بما يسمى جودة الحياة للمواطن المصري، باعتبار ان هذا المواطن حق من حقوقه ان ترعاه الدولة، وحق من حقوق الفقراء ان يكون هناك الا يتأثر بأزماته. وبالتالي كمان لما اخد كمان سلعة الدعم الغذائي او السلعة الأساسية التموين سواء نقدي او سلعي، اجد كمان انه زاد تقريبا اكثر من 34% خلال العامين الماضيين. وكذلك كمان هناك أنشطة أخرى، وما ننساش كمان في حتة مهمة برضه ضمن الدعم الاجتماعي والدعم الاقتصادي، مشروع حياة كريمة اللي كلف الدولة لحد النهاردة أكتر من 1 تريليون جنيه، وهو النهاردة رفع من مستوى الأفراد في داخل القرى. وكذلك كمان ضمن الاجتماعيات اللي هو كمان الأماكن اللي هي العشوائية، النهاردة أصبح في مصر لا توجد منطقة عشوائية، وأصبح هناك حياة كريمة، إسكان جيد لكل مواطن، ودخول موجودة لكل الأفراد اللي هم غير ليس لا يوجد لهم دخول أو معدوم الدخول أو منخفض الدخول. طب دكتور عايزة أقاطع حضرتك هنا بعد إذنك دكتور، حضرتك سامعني؟ قطاعات الدولة والمعاشات، هذا الأمر يؤكد أن استراتيجية الحماية الاجتماعية هي استراتيجية ثابتة وأساسية ضمن أساسيات ورؤية الدولة المصرية. طيب كنت عايزة أسأل حضرتك في نقطة حضرتك أثرتها، مين هم الفئات اللي بيستفيدوا من هذا الدعم؟ يعني إحنا بنتكلم مش بس دعم مادي، ولا بنتكلم بس في دعم سلعي، إحنا بنتكلم في تغيير شكل حياة زي ما حضرتك قلت، مشروع حياة كريمة أو مبادرة حياة كريمة كلها بتقدم لفئة من المواطنين المسكن والأكل والشرب والعلاج. الحقيقة طبعا ما أخد المشروعات دي عندنا تكافل وكرامة، أحد المشروعات الأساسية اللي انتهجتها الدولة واللي استطاعت إنها تصل أو تكفل كل واحد موجود عندنا في الدولة المصرية يحتاج إلى دخول ويحتاج إلى دعمه بدخل ثابت. وكرامة كمان إن هو كمان إن هناك كمان في مجموعة من الناس بنديهم دعم بس بوفق شروط معينة، سواء هذا المشروع أو هذا المشروع. لما أخد الأرقام اللي كانت موجودة سنة 2014 أو 2016 والنهاردة، أجد تقريبا أن الأعداد دي زادت، وأجد كمان أن هذه الكمية كده. المرأة المعيلة كمان ما ننساش كمان أن هو الفئة الصحية والطبية، المبادرات اللي تمت عشان ترفع من خدمات صحية للأفراد الغير قادرين. كمان النهاردة عندنا كمان مشروعات كمان لا يقتصر مش معنى ذلك بقدم مشروع وبس، لا ده كمان دخلت الحماية الاجتماعية في مشروعات، مشروعك وابدأ، ومشروعات صغيرة عشان أوفر وسيلة إنتاج أو وسيلة عمل لمواطن كان لا يعمل. هذا الأمر استطاعت الدولة المصرية أنها توفر من خلال مبادرات كبيرة جدا. وهنا لازم نشير في هذا التوقيت تحديدا أن الدولة المصرية هنا اشتغلت في كل الحاجات دي على أساس المبادرات اللي هو تركيز العمل وتوجيهه إلى فئات مستهدفة حتى يمكن أن نقضي على مشاكل كثيرة. وحتى كان في أولويات يا فندم، أولويات خاصة بوضع الدولة خلال السنوات العشرة الماضية، كان في أولويات طبعا بوضع الأسر الأكثر احتياجا على سلم الأولويات الخاصة للدولة المصرية وللمظلة الاجتماعية أو مظلة الحماية الاجتماعية. حضرتك أشرت في بداية المداخلة إلى فكرة أنه إحنا بنعيش في عالم أزمات اقتصادية متعددة ومعقدة، وسؤالي لحضرتك مدى الضغوط الاقتصادية وتداعيات ما يحدث حولنا على الاقتصاد المصري، خاصة أنه دايما هناك في حرص وتوجه للدولة بتخصيص جانب محدد من الميزانية لدعم الفئات الأكثر يعني استحقاقا واحتياجا في المجتمع المصري. كيف يمكن مواجهة هذه الضغوط بالاستمرار في هذا الدعم وفي المظلة الخاصة بالحماية الاجتماعية؟ اسمح لي يا فندم أقول لحضرتك أن الأزمات الدولية أدت إلى تأثيرات كبيرة في كل اقتصاديات العالم، وبخاصة الاقتصاديات الناشئة التي تعتمد على الواردات. معنى ذلك أن فاتورة الاقتصاد المصري بيدفع فاتورة هو مش مسؤول عنها، المسؤول عنها جهات أخرى، بمعنى أن هو كورونا إحنا مش مسؤولين عنها، حرب أوكرانيا وروسيا إحنا مش مسؤولين عنها، غزة النهاردة إحنا مش مسؤولين عنها، لكن في نفس الوقت
يحسب لهذه الحكومة، يحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت أن تدير الأزمات بشكل جيد، وأنها تخرج من هذه الأزمات. في كورونا هي اقتصاد مصر من الدول الأساسية التي حققت معدلات نمو ضمن المنطقة ككل. في أوكرانيا روسيا استطاعت الدولة أن تواجه الأزمات وأن توفر المواد وأن توفر الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية لمواطنيها دون أن يأتي أو يتأثر، ودون زيادة في الضرائب أو تحميل أعباء على المواطن من أي جهة. وكذلك المواطن المصري لم يشعر في يوم من الأيام بنقص سلعة موجودة صحيح. في السوق صحيح. لكن ارتفاع الأسعار ده مرتبط بعدة حاجات. إن أمريكا رفعت الفوائد، فالقوة الشرائية أو قيمة العملات الوطنية في داخل دول العالم بما فيها أوروبا وبريطانيا وفرنسا انخفضت أمام الدولار باعتبار الدولار العملة الأساسية، وبالتالي الدولة المصرية من ضمن هذه الدول. لكن هنا نقول دايما إن هو الأزمة تحدث لكن تختلف تأثيراتها من دولة صحيح من دولة إلى أخرى. دكتور محمد حضرتك معانا؟ بنشكر دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي، وزي ما قال لنا انه بالرغم من كل الضغوط الاقتصاديه اللي موجوده وتداعيات الحروب، بدايه من ازمه كورونا مرورا بالحرب الروسيه الاوكرانيه وصولا الى حرب غزه او حرب اسرائيل على قطاع غزه، الدوله بتقدم حوافز خاصه بدعم الاقتصاد وتحديدا فيما يتعلق ببند الدعم في الموازنه. زي ما احنا قلنا الحساب الختامي المالي منا بيقول لنا انه حوالي 50.9 يعني بتتكلم على 51% مخصصين فقط للإنفاق في بند الصحة والتعليم. المهم يا محمد فكرة توزيع الدعم اللي بيحصل ده، إنه ما بيبقاش في اتجاه واحد يتم فقط دعمه وتتساب باقي الاتجاهات أو باقي القطاعات بلا دعم، لأن احنا عارفين إن احنا قعدنا سنين طويلة جدا عندنا إهمال في العديد من القطاعات. ففكرة توزيع الدعم بحيث إن جميع القطاعات تنهض في نفس الوقت، حتى وإن كانت النسب قد تكون أقل من توجيه كل الدعم لقطاع واحد، ولكن لما يبقى عندنا دعم موجه لقطاع الصحة في نفس الوقت للتعليم، في نفس الوقت للإسكان، في نفس الوقت كمان احنا مش هننسى مشروع زي مشروع تبطين الترعة اللي بيخدم جزء كبير جدا، فاحنا بنمشي على التوازي، نوقف هدر المية اللي موجود، نرفع من القيمة السوقية للأرض اللي موجودة معانا الزراعية، فإحنا بنتكلم على مستويات عدة فيها نوع من أنواع الاستفادة. أعتقد هو ده اللي بيحصل في الفترة اللي فاتت.